تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، تستضيف مملكة البحرين مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإيثيلين، والذي يعد النسخة الثانية من سلسلة هذا النوع من المؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط. ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالتحديات التقنية التي يواجهها المتخصصون في صناعة الإيثيلين وتبادل الخبرات التطبيقية والأفكار المبتكرة، وأيضا الاستراتيجيات الرامية إلى خفض التكاليف وتعظيم العائد من الاستثمار. مزيدا من التفاصيل في تقرير الزميلة إيمان شرف. نجاحات عديدة أضيفت إلى سلسلة من المشاريع الحيوية والإنتاجية التي نفذتها مملكة البحرين على أرض الواقع. أما اليوم فلنا وقفة للحديث عن صناعة الإيثيلين في المملكة، والوقوف تحديدا عند التحديات التقنية التي يواجهها المتخصصون في صناعة الإيثيلين، نقلا عن أعمال مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط لتكنولوجيا الإيثيلين المنعقد حاليا تحت شعار استدامة الإيثيلين التنافسية من خلال المشاركة في الحلول. البتروكيماويات تنقسم إلى قسمين، الأولوفينات وهي الأساسية، ومنها الأثيلين اللي هو موضوع المعرض اليوم، وفي العطريات الأروماتكس اللي منها البنزين والبارازايلين. الأولوفينات اللي منها الأثيلين وهو موضوع المعرض هي البتروكيماويات الأكثر رواج، موجودة في جميع السلع، كانت في الملابس، في البلاستيكس الموجودة في السيارات إلى آخره من السلع الاستهلاكية. بحرين تسعى لإنشاء مصنع في العطريات، هو في طور الدراسة، وهذا جانب آخر. طبعا البحرين ما عندنا الأولوفينات، عندنا بعض المصانع التحويلية اللي تستهلك هذه المواد، ولكن ما نصنع الأولوفينات اليوم. أما التوجه فهو النظر في بتروكيماويات العطريات اللي من البنزين والبارازايلين، تستخدم في علب البلاستيكية في المياه، قوارير المياه إلى آخره. غاز الإيثيلين بات الأكثر رواجاً نظراً لدخوله في صناعة الملابس والسلع الاستهلاكية عموماً، إلا أن الصناعة الخليجية تواجه تحديات كبيرة بسبب احتدام المنافسة مع الولايات المتحدة التي أقامت العديد من مصانع غاز الإيثيلين وبات متوافراً بكميات كبيرة. أما الصناعة الخليجية فهي بحاجة إلى رفع كفاءة إنتاج الإيثيلين وخفض المصروفات بالتقنية الحديثة من أجل مواكبة مستجدات التنافسية مع الأسواق الأمريكية. دول الخليج تعتبر الآن في الوقت الحاضر هي على مستوى العالم تعتبر ما بين الثالثة إلى الرابعة بالنسبة لإنتاج الإيثيلين والمواد البتروكيماوية. في نفس الوقت طبعا هذا أدى إلى وجود الكثير من التقنيات اللي هي الرئيسية للأبستريم، وفي نفس الوقت الداونستريم والأكسسوريز. كل شركة من هنا موجودة بالعكس أدخلت كثير من التقنيات، إن كان بالنسبة لتخفيض التكاليف ولا زيادة الإنتاج. الهدف من مشاركتنا هنا، إحنا جمعية خيرية غير ربحية تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة بين المهندسين الكيميائيين في الشرق الأوسط وبالأخص في السعودية وفي البحرين. الهدف هو تنظيم أنشطة تدعم التواصل بين المهندسين الكيميائيين في مختلف المجالات ومختلف الصناعات، وتهدف إلى زيادة الوعي والثقافة والمعرفة بينهم. يستقطب المؤتمر والمعرض المصاحب له كبار المسؤولين والمهندسين والفنيين في كبرى الشركات الخليجية والعالمية المتخصصة في إنتاج وتقنيات الإيثيلين لاستعراض أفضل الممارسات في صناعة الإيثيلين وأحدث الابتكارات في الهندسة والتحكم المتقدم في العمليات وأنظمة التنفيذ. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.